اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي هنعمل وصفه كده لطيفه، ممكن تتعمل بالبسكوت وممكن نعملها بالعجينه الباف باستري. دي اللي ممكن نعمل منها معالي، هي بتتباع كده، بصوا شكلها بتتباع كده، منها بلوكات كده زي دي كده، وبنقعد بقى نفردها احنا. تعملوا بقى فيها زي التورت، تعملوا منها مثلا زي الفطاير صغيره وتحشوها بالتفاح مع القرفه والسكر، تعملوا فيها مربات، تعملوا فيها اي حاجه انتوا عايزينها. هي سريعه وبسيطه وسعرها مش غالي، بتتباع في السوبر ماركت وسهله عن اي عجائن ممكن تعملوها في البيت. انا النهارده قلت استغل شويه كده، بصوا ميه الكومبوت، هبدا انزل كده شويه. عندي هنا كومبوت اناناس، هاخد شويه كده منه، اعمل فيهم شويه كريم باستري او كريم باتيسير، اقلبهم كده معاه. عايزه بس ايه، اقلب كده شويه حلوين على البارد الاول قبل ما يتضاف على النار، حاجه كده شبه الكاستر. ممكن تخلطوه مع الكريمه فيبقى شو بيستري كريم. المقادير عندي مانجا، لو في مانجا، يعني مانجا نزلت بس مش عارفه اذا كانت حلوه ولا لا. انا مستخدمه النهارده صوص للمانجا كده، عاملينه بالمانجا اهو، بصوا بقطع المانجا اللي هي ما كانتش حلوه، يعني وصلناها زي المرحله اللي فيها صوص بالسكر، وحطينا دعمنا كده بايه، بلون نقطه واحده من اللون البرتقاني، عملتها كده. محتاجه بس المضرب السلك يا اولاد، مش عارفه هم حاطينه لي فين. محتاجه مضرب سلك ضروري. بسم الله، تمام، خليني بس اشوف ده. كده بصوا ماشي شغال، خليني اخد ده مكان ده. كده شويه كده حلوين، وانا هنا ممكن استخدمها مكان البسكوت، وممكن اعملها طبقات، طبقتين كده فوق بعض وتتقدم في طبق تبقى شكلها لطيف قوي. يا نهار ابيض، خليني اخد من الزبادي ده، هنا عندي كوباية واحدة بس من الزبادي، اخلطها معاه وهقلب تقليبة حلوة. ممكن بقى نعمل كده، هاخد كده بايركس. انتوا اخدتوا البايركس بتاعي حبايب قلبي؟ طيب خليني اجيب واحد تاني. بصوا هعمل هنا هفرفط كده العجينه دي بتاعه الباف باستري دي، هخليها طبقات، هاخد واحده تحت الاول. ممكن يتعمل كاسات بتبقى حلوه قوي، ممكن يبقى طبق كده ساقع مرطب في الحر اللي احنا فيه ده. بصوا انا كل اللي عملته هوريكم فردت كمان العجينه ازاي، بس اقلب ده شويه لحد ما عملتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا كده، علشان ايه اهو. تعالوا بقى الكريم باستري ده او الكريم باتيسير، هناخده كده وهاخد معاه حاجه اصب بيها. بسم الله على العجين هنا، هعمل كده. انا عملت ده بميه الكومبوت، بصوا هسقي كده شويه وهحط من شرايح الاناناس دي شويه كده حلوين كده، حاجات بقى مرطبه. مش عايزه ارمي ميه الكومبوت دي، ممكن استفيد منها في عصاير حلوه جدا على فكره، يعني تضاف لاي نوع فاكهه حضراتكم عايزين تعملوه كعصير. هاخد كده وبعدين هاخد شويه طبقه كده بسيطه الطعامه هنا كده من المانجا في النص كده، وبعدين هكسر تاني طبقة
يبقى حاجة كده ساقعة جميلة لطيفة جدا كده. نحط الأول الدافي كده، بيدي طعم حلو قوي، بيطريه بس بيبقى ما بين القرمشة والطريان، حاجات بسيطة. حتتين قشطة من فوق حاضر، أو النبي حاضر. هنحط كده شوية حلوين. عايز ممكن جدا على فكرة، هي يليق معاها جدا، خلوا بالكم. ونحط بقى الكمبوت بتاعنا، تقلقوش خلاص كل شيء تحت السيطرة. ماشي حبايبي، حط بقى كده. عايزين تحطوا مكسرات، عايزين تحطوا حاجات بندق مثلا، لوز يليق معاها قوي البندق واللوز والسوداني، كله ده يليق. عايزين تعملوا مكان الصوص ده الصوص بتاع لما بيتحمص ويتحط معاه لوز وبندق بيبقى تحفه، السوداني في وسط دول بيبقى ليه طعم سبحان الله رائع. تعالوا كده دول هنزين بيهم في الاخر. خليني بقى اخد هقلب تقليبه حلوه كده للمانجو بقى. المانجا دي لوحدها طعم خرافي. بصوا بقى، وهنزين بالكريم شانتيه، لسه احنا ما عملناش حاجه. ماشي، هناخد دايره. ما هي كريم شانتيه مضروب ده بقشطه بلدي او قشطه كريمي اللي انتوا حابينه. احنا عندنا طب انا هعرف دلوقتي انت هتعرف ولا لا بقى، طالما قلت لي انك ذواقه. ماشي خلاص، يلا انا هنتظر. اهو بصوا بقى، نحط كده. تعالوا بقى ناخد كده نشيل دول. بس هوري حضراتكم سريعا، انا فردت دي عشان بس تبقوا عارفين. معلش دول هنجرنش بيهم هنا. بصوا، خدت كده رشه من الدقيق وحطيت دي، فردتها عليها بالمردله كده. بتتفرد بصوا سهله ازاي، عجينه لطيفه جدا. بنسيبها تهدى بس في الثلاجه على الرف الثلاجه شويه، وبعدين نبدا نتعامل معاها. انا قسمت العجينه دي، شيل بس ده، قسمتها على اتنين. ازاي؟ بالسكينة. عملت كده خلاص، وخدت كل نص من دول على صاج. بس قبل ما احطها في الصاج عملت كده بالشوكة عشان ما تتنفخش جامد. اذا انا عايزة اعملها طبقات، انا ممكن اعملها زي طبقات الملفي كمان، احطها فوق بعض وتبقى زي طبقات الجاتو الملفي بالظبط، كذا طبقة. افرد العجينة دي كمان زيادة عن كده شوية، انا بس عايزة اديها شوية هشاشة عشان تبقى جميلة. اهو عملت زي ما وريت حضراتكم كده، ودخلها الفرن تاخد بقى، تطلع تعلى معايا، تطلع الشكل اللي حضراتكم شفتوه بالظبط، نفس الشكل اهو على الصاج. بسم الله، وهي مش محتاجة حاجة، هي فيها الزبدة وفيها كل حاجة اهو اهي. هدخلها الفرن. عجينة بسيطة بتحل ازمات في المناسبات، وبتحل ازمات في الاوقات اللي الواحد بيبقى مزنوق. تعالوا بقى نعمل، معلش اخر حاجه بس نزين بيها اذا تكرمتوا. خدتوا المقص بتاعي فين يا ندى؟ ماشي يا نوتي، كان الناحيه التانية مش لاقياه. ماشي يلا بينا، هنعمل كده داير بس ما يدور، ورديت كده صغنونه. ممكن بقى الوردات دي اللي تحط عليها شويه مكسرات زي ما انتوا حابين. كده هنحط بقى اناناس، صح كده؟ اوكي كده. وطبعا صحة وهنا على قلب حضراتكم. تاكلوه بألف هنا وشفا. لا لوحدك لا، عشان في ناس هنا. ماشي اتفضلوا، واتمنى يا رب انها الوصفه تنول اعجابكم. جربوها على فكره، الحاجات دي بتبقى سريعه وبسيطه، بتنقذ جدا في المواقف الصعبه لما يبقى في ضيوف كده مفاجئين. الواحد بيتصرف يعني بحاجات سريعه وتبان كانها، بس الطعم كمان حلو.